こんにちは。私は アブドルカリムです。今日は新しいゲームについて学びます。 اليوم حنتعرف يا جماعة على نيوز كوليكشن أو مجموعة نيو على البلاي ستيشن 5، لعبة الأكشن اليابانية نيو ونيو 2. حنقارن بين هذه الألعاب لنتعرف عليهم بشكل أكبر. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا لليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. مجموعة نيو في بلاي ستيشن 5 من كوي تكمو تجمع الملحمة القوية من بلاي ستيشن 4 في حزمة واحدة كاملة مع جميع التوسعات القابلة للتنزيل اللي توفر قدراً هائلاً من المحتوى. الوضع القياسي الجديد لبلاي ستيشن 5 في نيو وضع الجودة اللي يستهدف قدرات الأجهزة الجديدة للحصول على تجربة تمت ترقيتها بشكل كبير، خاصة إذا كنت مجرب نيو أو نيو 2 على البي اس 4. بتلاحظ مباشرة أن أوقات التحميل أو عدم وجودها مثير للإعجاب. وفي أخبار حلوة لمحبي الأقراص، نيو كوليكشن هي محتوى كامل على البلوراي مع قرص واحد لكل لعبة، ما تحتاج أي تنزيلات إضافية للحصول على التجربة الكاملة. تماماً مثل الجزء الأول من نيو، في الجزء الثاني تقدر تنشئ شخصيتك من الصفر اللي كانت روح يوكاي. جهز الشخصية بمجموعة متنوعة من الأسلحة مثل السيف أو الفاس، وتكتسب مهارات جديدة مع تقدمك في اللعبة. لما تهزم يوكاي يسقط البعض منهم جوهر الروح اللي تسمح لك باستخدام قدرات يوكاي والتحول إلى يوكاي بعد إيداعها في ظريف. في نيو 2 تقدر تستدعي شخصيات من القبور الزرقاء اللي تقاتل بجانبك وتجذب انتباه الأعداء والرؤساء. في كثير من المهام في نيو 2 تتميز بشركاء الذكاء الاصطناعي ولا يمكن أن يموتوا أبدا. في نيو لازم تلعب أكثر لحالك دون أي شريك يساعدك، لكن في نيو 2 تخلي شريكك متقدم ويتحمل كل الضرر وانت مسترخي في الخلف وتهجم بدون أي مخاطر. القدرة على التحمل أسرع في نيو 2، معظم رؤساء يوكاي بالكاد يشحنون الطاقة أو الكي. بالمقارنة مع نيو الأصلية، يفعل الرؤساء يوكاي ريلم في نيو 2 عدة مرات خلال القتال، وخلال هذا الوقت يكون من السهل استنزاف الكي منهم وتتركهم غير قادرين تماما على الهجوم، وهنا فرصتك لإحداث المزيد من الضرر دون أي مخاطر. تسمح لك إعدادات الاندفاع الجديدة المتوفرة في نيو 2 أن تصعق الأعداء. تتطلب هذه الحركة الجديدة شوية تدريب لضبط التوقيت الصحيح. لما تتعلم كيفية القيام بالحركة تسهل لك المعارك بشكل كبير، تقدر حتى تستخدمها ضد بعض الرؤساء. هذه الميكانيكية الجديدة اختيارية تماما، وتقدر تتجاوز أو تمنع كل الهجمات إذا كنت تواجه مشكلة في التوقيت. في لعبة نيو الأصلية تواجه الكثير من الأعداء اللي ينصبوا لك الفخاخ، ولكن يبدو أنه نيو 2 فيها عدد أقل من الفخاخ في بيئات اللعبة. في بعض الأفخاخ موجودة ولكن بالتأكيد ليست كثيرة. في الكثير من الرؤساء في نيو 2 اللي تلعب ضدهم مع شريك اللي تقدر تستخدمه لصالحك نظرا انه ما يموت ابدا. وهذا ما يعني انه اللعبة ما فيها تحدي. الاعداء الجدد في نيو 2 يعاقبوك في المواجهات الاولى وبتعاني وبتموت كثير بالتأكيد، ولكن بمجرد ما تحفظ تحركاتهم بتقدر تتغلب عليهم. وإذا أنت من لعيبة نيو الأصلية بتحس أن الرؤساء في نيو 2 أسهل إذا قارنتهم، لأنك متعود على ردة فعلهم وتحركاتك أفضل أيضا. وبكذا نكون تعرفنا على نيوز كوليكشن أو مجموعة نيو، وقارنا ما بين لعبة نيو ونيو 2. إذا جربتوا اللعبة قولوا لي مين هو أقوى بوس في اللعبة أو أقوى رئيس حاربتوه في اللعبة وليش. لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. سايونارا. PlayStation.